الحمد لله، الحمد لله ذي الفضل والإحسان والعفو والكرم والامتنان، أحمده تعالى وأشكره يمن على من يشاء من عباده بهدايته للإيمان، وأستعينه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله المؤيد بالنصر والبرهان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الموصوفين بقوة الإيمان والتابعين ومن تبعهم بخير وإحسان إلى يوم القيام للملك الديان. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله ربكم حق التقوى وآمنوا به حق الإيمان تسلموا من الشقاء والخسران. عباد الله، في غمرة مشاغل الحياة ودوامة الأعمال الدنيوية وزوابع الأفكار المناهضة للإسلام المصادمة لأساس الملة ولبعد كثير من الناس عن دوحة الإيمان الوارفة وشجرته الباسقة وذبول كثير من المشاعر والأحاسيس تجاه الأصل الذي ينتمي إليه كل مسلم، كان التنبيه على أهم واجب على المكلفين أمرا متعينا يجدد العهد به ويذكي الشعور بأهميته ويذكر الغافلين عنه. فما أجملها من لحظات مباركة نعيش من خلالها مع الإيمان، نتفيأ وارف ظلاله ونقتطف يانع ثماره ونشم عاطر شذاه ونرتوي من نميره العذب وننهل من معينه الزلال، لنربط الحاضر بالماضي ولنتذكر أقوى سلاح عرفه العالم وأمضى قوة عرفها التأريخ، ليعرف أهل الإسلام وهم في مسيرتهم الإسلامية مواطن الضعف في نفوسهم ويعقد العزم على التمسك بالثوابت والأصول والأسس التي جاء بها دينهم مع الأخذ بعوامل الحضارة والارتقاء. أمة الإيمان، إن المفهوم الحقيقي للإيمان يتلخص في التصديق واليقين بالله واستحقاقه للعبادة دون سواه، وأن له الكمال المطلق فلا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره وما يتفرع عن ذلك من كل ما يجب على المسلم اعتقاده في حق الله سبحانه، ومن الأمور الغيبية ومن جميع ما ورد في الكتاب والسنة. فليس الإيمان مجرد التصديق القلبي ولا الكلام اللفظي دون عمل وتطبيق، فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان وهي دليله، إذ ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولا بالدعاوى والتسمي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالذين يزعمون أن مجرد التصديق كاف في الإيمان أو مجرد التسمي والتلفظ دون عمل كاذبون في إيمانهم مخادعون لأنفسهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. كما أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، قال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم،
إخوة العقيدة، لقد توافرت الأدلة من الكتاب والسنة في بيان الإيمان وأصوله. يقول تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ويقول سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وأما السنة فقد جاء فيها الحديث المشهور الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الأركان كل لا يتجزأ وسلسلة مترابطة الحلقات، فمن كذب بشيء منها أو أنكره فقد عرض نفسه لوعيد الله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها الإخوة في الله، إن الإيمان الصحيح بالله عز وجل يقتضي العلم بمدلول هذا الأصل العظيم والعمل بمقتضاه إثباتا ونفيا. فإن الإيمان بملائكة الله يتضمن الإيمان بهم جملة وتفصيلا، فيعتقد المسلم بأن لله ملائكة خلقهم لطاعته وهم كما وصفهم سبحانه عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهم أصناف كثيرة لكل منهم عمل موكل به. فنؤمن على سبيل التفصيل بمن سمى الله ورسوله منهم كجبريل وميكائيل وغيرهم عليهم السلام. وكذلك الإيمان بالكتب والرسل إجمالا وتفصيلا، فنؤمن بأن لله كتبا ورسلا، ونؤمن بمن سمى الله على سبيل التفصيل، فمن الكتب التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ومن الرسل نوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام. وأهم مقتضيات الإيمان بكتب الله ورسله وخاصة القرآن المنزل على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الوقوف عند ما جاء به الكتاب والسنة، ولزوم المنهج الذي رسماه والصراط الذي بيناه فعلا للأوامر واجتنابا للنواهي. أما الذين يزعمون التصديق بالقرآن والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وهم يخالفون سنته ويجهلون سيرته ويرتكبون ما نهى القرآن والسنة عنه، وقد يحدثون في شرع الله ما لم يأذن به الله ويزيدون فيه ما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء بحاجة إلى تجديد إيمانهم وتصحيح منهجهم إن أرادوا سلوك طريق الإيمان الموصل إلى جنة الله ورضوانه. إخوة الإيمان والإسلام، وكما أن للإيمان أصولا وأركانا فإن له شعبا وأجزاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وكل امتثال لأمر الله واجتناب لنهيه، وكل امتثال لأمره واجتناب لنهيه في العقيدة والعبادة والخلق والمعاملة والسلوك والآداب يعد من شعب الإيمان المقربة إلى الله سبحانه. ونصيب العبد من الإيمان بقدر نصيبه منها قلة وكثرة، قوة وضعفا، تكميلا ونقصا. أمة الإيمان بهذا المفهوم الإيماني الحيوي الشامل
التزم الرعيل الأول وبتطبيقه حصلت لهم العزة والسيادة والقيادة والريادة والقوة والنصر والمجد والسعادة. وكم في تاريخهم الحافل بالأمجاد من أمثلة وشواهد على قوة الإيمان. ويأتي في مقدمة الشواهد إيمان قدوتنا ونبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، لا سيما أبو بكر رضي الله عنه الذي ما سبق الناس بكثير صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. وما إيمان خبيب وبلال ومصعب وآل ياسر إلا سبب وراء ثباتهم على ما لاقوه من الشدائد. وما عدل عمر بن عبد العزيز وثبات الإمام أحمد يوم المحنة وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من الأعلام إلا دليل على ما يصنعه الإيمان من العجائب. فالله المستعان، أين نحن من هؤلاء؟ ما أجدرنا معشر المسلمين أن نحقق الإيمان الصحيح ونحن في زمن ضعف فيه الإيمان وكثرت الصوارف عنه وبذل دعاة الكفر والإلحاد جهودهم لإبعاد المسلمين عن مصدر عزهم وسبب سعادتهم وحضارتهم، ألا وهو الإيمان، حتى ذابت عند كثير من المسلمين وفي كثير من مجتمعاتهم شخصيتهم الإيمانية. وما مظاهر الانحراف والمعاصي إلا شواهد على ذلك. فحذار يا أمة الإيمان من التفريط في هذا الأمر العظيم، لنفكر في حالنا ولنحاسب أنفسنا، من منا حقق الإيمان الصحيح؟ ومن منا التزم بصفات أهله؟ ووالله لن يعود للمسلمين ما كانوا عليه ويحققوا ما يصبون إليه إلا بالتربية السليمة للأنفس والأسر والأبناء والمجتمع على ضوء الإيمان الصحيح، وتلك مهمة كل مسلم على حسب القدرة والمكانة. فلا تمكين في الأرض ولا حياة آمنة إلا بالإيمان، ولا نصر ولا قوة ولا تضامن إلا به. وتلك حقيقة يجب أن يعيها المسلمون اليوم ويعملوا على ضوئها ويسيروا على هداها ليحصل لهم عز الدنيا وسعادة الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، ومن علينا بلباس الإيمان خير لباس. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين وناصر المتقين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أشرف الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين، آمن بربه حق الإيمان، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، حققوا إيمانكم بربكم عقيدة وعلما وعملا، واتصفوا بصفات أهل الإيمان، وخذوا بأسباب تقوية الإيمان في قلوبكم. وكم يجد التالي في كتاب الله سبحانه من الآيات البينات التي توضح ذلك وتذكره بجلاء.
فما علينا إلا أن ننهل من معين القرآن الكريم، ونقتبس من نور السنة الشريفة، ونتذكر أمجاد أمتنا، ونتبصر في واقعنا وأحوالنا، فإن ذلك كفيل بإذن الله وتأييده أن يصبغ حياة المسلم بالصبغة الإيمانية، وأن يكسو المجتمع الإسلامي بلباس الإيمان والتقوى، فتكون الحياة طيبة والجزاء حسنا. فلنعمل جاهدين على إحياء جذوة الإيمان في قلوبنا، وإشعال فتيله في نفوسنا، ولترى آثاره على سلوكنا وفي مجتمعاتنا، تتحقق لنا سعادة الدارين والخير في الحياتين. أيها الإخوة في الله، إن الإيمان الصادق يدعو إلى كل خير ويحذر من كل شر، يدعو إلى عمل الطاعات واجتناب المنكرات، يدعو إلى حب الله ورسوله والإخلاص في توحيده واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى لزوم السنة والحذر من البدعة، يدعو إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام والجهاد في سبيل الله وبر الوالدين وصلة الأرحام، يدعو إلى الجد والمثابرة والصبر والمصابرة وحبس النفس على ما تكره من طاعة الله ومنعها عما تحب من معصية الله، يمنعها من القتل والزنا والربا والغش والحسد والبغضاء والحقد والشحناء والغيبة والنميمة والبهتان. فلنحقق الإيمان في نفوسنا لنحقق سعادة الدنيا والآخرة. أيها الإخوة في الله، إنه لا طريق لتحقيق الإيمان إلا باتباع الكتاب والسنة، والسير على سلفي على منهج سلف هذه الأمة. وإن المؤمن الحق لا يعتمد في دينه وعبادته لربه إلا على ما صح النقل فيه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ودين المسلم أعز شيء عنده، فجدير به أن يحفظه من النقص أو الزيادة. وإنكم يا عباد الله في شهر من أشهر الله قد انتشر بين كثير من الناس أن لبعض أيامه ولياليه خصوصية على غيرها من أيام العام، ولها من المكانة والفضيلة ما يجعلهم يقومونها ويحيونها. ولما كانت العبادات توقيفية لا دخل للرأي والهوى فيها، فعليه فإن كل تخصيص لا بد له من مخصص صحيح يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحق ما جاء فيهما والدين ما أخذ منهما، ولم يصح في فضل ليلة من ليالي هذا الشهر حديث عند المحققين، ولو صح فلا يقتضي ذلك تخصيصها بعبادة لم يفعلها القدوة والأسوة صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا الغفلة عن الله والدار الآخرة، وتحرروا من الآصار والأغلال التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتقليد الأعمى في أمر الدين والدنيا. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بلغ البلاغ المبين وهدى الناس أجمعين بإذن الله إلى الصراط المستقيم، نبيكم المصطفى ورسولكم المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا وولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين.
اللهم وفق إمامنا إلى ما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والخير والتقوى، اللهم ارزقه البطانة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا حي يا قيوم. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.